أعزائي المشاهدين، أرواحي أرواحي، زربي زربي، كاينة تدبيرة مهمة اليوم، فيه تدبيرة مع مفيدة. تدبيرتنا اليوم مع الفلفل الحلو. أي تبعوني. الفلفل الحلو، واش بيه الفلفل الحلو؟ كيفاه نقطعوه؟ كيفاه نخزنوه؟ كيفاه؟ لا لا، عطيكم الطريقة كيفاه تشوه باش ديروه حميص، سلاطة مشوية. تجي طريقة سهلة بزاف، اللي يشوه منه منه بعد بالسيفلة يتنقى ويقول لك فيه تعب 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 كبير. راح نعطيكم طريقة سهلة بزاف بزاف بزاف. الطريقة واش هي؟ تحكمي الفلفل الحلو تاعك، جيبوا شيفونة ولا هذا، نمسحوه مليح، نمسحوه. اللي تحب تغسلوه تغسلوه، بصح بشرط لازم تنشفوا، يقعد ينشف مليح قبل ما تستعملي هذه الطريقة. نشفوه مليح هكا، نمسحوه، مسحناه، هذا كان ممسوح من قبل تما نضيف. واش نجيبو؟ نجيبو الزيت، الزيت العادي، زيت عادي جدا، يعني زيت صانكو. ندير بيدي ها وندهن به الفلفل تاعي. هذه هي التدبيرة تاع اليوم، هنا ندهن به الفلفل مليح. ها ها، هذا الفلفل الحلو دوكا ويزلق. دوكا الفلفل الحار كيف كيف، حنا ماسحينه مليح. ندير نفس الطريقه باش نشويه، ندير له الزيت هك، يتشويه في الكوشه في الفور، سهله جدا، تقلبي مره واحده، ولا مع حابه تشويه في الكوشه تشويه على الطابونه ولا على الفرن نورمال، يتشوى ومن بعد وين يتحط. هنا موجوده هنا، غير تشويه ما تحطي لا في طبسي لا في الماء، لا يتحط، غير يتشوى يتحط هنا في الصاشي ديريكت. فوالا، بعد ما مشويه ماشي هك هك، ونقفل عليه، نقفل عليه واحد ربع ساعه برك. ها ربع ساعه يقعد في الصاشي هك، ومن بعد كي تحليه راح يطيح وحده هذاك الشوي تاعو. غير ديري هك وبلاكي تخطصي في الماء. عندي هنا واجد كنوري لك، نجيبو الطبسي كامل شويته هنا للوقت هاك، تحمي تشمخي يدك وديري غير هاك، ها يهبط كلش كيما راكي تشوفي فيه هنا. ها نقي واجد. دركا الطريقه باش تخبيه، باش تخبيه لازم يقطر من الماء. نجيبو بابي فيلم، يا ربي كثرني الصيام زعما مانيش مكراشه شويه من داك. نجيبو هكا ونبداو. شوفي شوفي مليح الطريقه، سنحي هذه بالكش باش تشوفو مليح هكا، يعني كل قرن وحده. هاي ليك طريقه هكا، تحطيه في الكونجيلاتور، تعاودي تجبديه تجبديه كيما راه، تحبي تقليه تحبي ديري حميص تقطعيه كيما راه. هذه الطريقه لهنا. دركا الطريقه تاع الفلفل الحار، عندي الفلفل الحار نجيبه هنا باللارا، عاودوا نحلوها مشوي ما فيه والو لا ملح لا، نحطوه هنا مشوي. واش نزيدو له؟ زيت زيتون هيك، نغطيه بزيت زيتون. واهم حاجه اهم حاجه انه نقفلو مليح، والبلاره تكون معقمه يعني ما فيها والو ناشفه. ان شاء الله نكون يعني اتقاسمت معكم الفكره واستفدتوا منها، ولي يعرفها بصحته ولي ما يعرفهاش نكون يعني تقاسمنا الفكره كيف كيف. قبل ما نروح نقول لكم صحه فطوركم، راح نعطيكم الحكمه تاع اليوم. الحكمه تاع اليوم تقول الدجاجه كي غسلت رجليها سيت ما فات عليها، والحديد قياس. اي صحه فطوركم، قدوه ان شاء الله في تدبيره جديده. باي باي.